مرحبا جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحة والعافية وتكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله، وثاني معلومات جداد وفيديو جديد غير من الدار، باسكو باقي ما بديتش كنسافر. خوكم رايح مع الوالدة غير بوحدها هاد اليومات. سو قبل ما نبداو الرحلة ديال السفر ما بغيتش نخلي لاشين ما نحط فيها والو، سو كنحط دي فيديو هكا من الدار، لايك كنعطيكم معلومات وديزانفورماسيون اي حاجه اي واحد محتاجها. اليوم غادي يكون فيديو مهم ومهم على اللي بغى يسافر اول مره، خصنا نهضر غير على السفر. في هذا الفيديو نهضر في السفر على تركيا، والفيديو الجاي ان شاء الله نهضر اون جينيرال شنو هما الحوايج اللي تحتاجهم قبل ما تسافر ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على تركيا، شنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا عندك، شنو هما الحوايج اللي خصك تعرفهم، شنو هما الحوايج اللي خصك ديرهم قبل ما تسافر لتركيا. وقبل ما ندوزو لا فيديو ما تنساش دير لايك وتابونا في القناه، تخلي كومونتير زوين وتبارطاجي الفيديو للماكسيموم مع دي زامي وصحاب وكلشي باش تكبر العائله. يلا ندوزو لا فيديو بلا ما نطولوا الهضره، ليتس جو. سو اول حاجه اخوتي، شنو هي الحوايج اللي خصك ديرهم قبل ما تسافر لتركيا؟ شنو هما الحوايج اللي خصك ديرهم؟ هذه واحد الحاجه اللي مهمه، خصها الاول واحد ولا اول وحده ما عارفش اول مره غادي يسافر لخارج المغرب وغادي يسافر لتركيا. اكزاكتلي سو اول حاجه خصك ديرها اخويا هي تمشي تصرف الدرهم ديالك الاورو. ما كاين الدولار والاورو بجوج، ولكن الاورو في تركيا طالع على الدولار، سو غادي يجيب لك فلوس كثر، يجيب لك ليره كثر تما. سو نصحكم ديروا الاورو، وتما راه بزاف كاين اللي كيصرفوا ثم تحلوش في هاد البلان ديال الاورو والدولار. صرفوا اول حاجه، تصرفوا الاورو ويكون عندكم الغوسي، يكون داكشي قانوني، ما تمشوش عند شي واحد يصرف لكم غير غادي غير بالاورو في جيبكم صافي، لا يكون عندكم الغوسي، يكون كلشي عندكم مضبوط. بعض المرات طيح شي واحد يسولك عطيني الغوسي، يقولك شحال واش عندك الصرف، واش غادي بشي حاجه، تقول ليه غادي شي حاجه تجي، يقولك عطيني الغوسي ديالها. منين جاك هذا الصرف، كيفاش صرفتي، منين جاوك هاد الفلوس، كتعطيه الصرف، كتعطيه الورقه اللي منين ديال الصرف اللي صرفتي، وهكا كتيفيتي لي بروبليم، كدير معاك احتياطيا. انا باش نكون معكم صريح في هادشي، ما سولوني لا على والو لا على ورقه صرف لا والو، ما ديتها معايا احتياطيا ما خسرت والو. هذه اول حاجه خاصها تكون عندك قبل ما تسافر هي الغوسي، وتصرف الفلوس ديالك الاورو ولا الدولار، انت حر على حساب انت والامكانيات ديالك والرغبه ديالك. هذه اول حاجه في الحوايج اللي خصهم يكون عندك قبل ما تسافر. ثاني حاجه تكون عندك قبل ما تسافر هي كما كنقولوا شنو انت وكيفاش داير. كاين اللي كيبغي يسافر بالباك باك، عرفتوا الباك باك الشكاره، انا نوريها لكم بعد. باي ذا واي انا هذه اللي سافرت بها، سمحوا لي بحال هذه، هادي كتسمى الباك باك اللي كدار في الظهر، فهمتوني. كاينه هادي الباك باك اللي كنتي تضربها في ظهرك ياك، وكاينه لا فاليز، كاينه لا فاليز وكاينه الباك باك، هادي كتسمى الباك باك اللي كديرها في ظهرك ديال صاحب التريب وداكشي، وكاينه لا فاليز اللي كتجر. وانتوما على حساب واش على حساب هذيك، هادي واحد النقطه مهمه باش تعرفوها، حيت في اسطنبول مثلا كاينين بزاف الطلعات والعطات، خصوصا في الجهات السياحيه وهكا. سو اتشوفوا نتوما الا ما كانش مريض لكم ظهركم وشارين شي باك باك مزيانه وما تقيلاش ومزيانه ما كدرش في الظهر هكا، نصحكم بها احسن من لافاليز تقعد تجرو فيها معنكشة شويه تعذبكم معاكم في بزاف ديال البلانات. مي الا كنتي غادي مشي بعصا مع توصل تركب الوطيل، كتحط الا خرجتي من الوطيل غادي لشي بلاصه عاوتاني بلا فاليز ديالك غادي راكب هكا، نصحكم بلا فاليز حسن ما تمشيو بالباك باك ديالكم. هادي الناس اللي يتحركوا بزاف يتمشوا بزاف من بلاصه لبلاصه بالحوايج ديالهم هكا، نصحكم بالباك باك اللي هي ديال صاحب التريب هادي اللي وريتكم. سو انا كنفضلها على لا فاليز باسكو كنبغي نضرب شي حاجه في ظهري كون مرتاح، ماشي حاجه نبقى جاره، وبعض المرات كطيح في مواقف ما تلقاش جار ديك الحاجه. سو هادي ثاني حاجه.
تالت حاجه لك كنتي غادي لتركيا اخويا، ما ديش الغلط بحالي، ما ديش معاك الحوايج بزاف. انا درت واحد الغلط، عمرت هادي ما كنتش عارف، عمرت بالحوايج، وتما الحوايج موجودين، هتشتريهم موجودين كما كنقولوا. سو زدت حوايج على حوايج، وليت كنت غادي ب 8 كيلو ديال الحوايج، ولا عندي 13 كيلو فاش كنت جاي، وعد باتني في داري وهاك. ونصيحة، ما تهزش معاك الحوايج بزاف، هز معاك شي حاجة قليلة، تما الحوايج موجودين ورخاص 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 بزاف. اكثر حاجة كاينة تما في تركيا في اسطنبول هي الحوايج، ما تلقاش فيها مشكل من جميع النواحي. سو هادي هما الحوايج ديال اللي خصك ديرهم قبل ما تسافر، هادو هما الحوايج، ما كاينش شي حاجة اخرى باش ما يكذب عليكم انت لا كذاب. الباسبور ديالك، الباسبور ديالك و الفلوس في جيبك، الاورو هكا ضروري، باش منين توصل ضروري تبغي تصرف الاورو، لا لا راه باش تحرك، باش ترونسبور، باش ما يكذبوش عليكم بلي يقول لك مدي معك والو، دي معك على الاقل شي حاجه، وشي حاجه اخرى خليها تلت مصرفه، باسكو تما الاورو طالع. فوالا هادو هما الحوايج اللي خص، والباك باك ديالك ولا لا فاليز انت حر في الاختيار ديالك. هادو هما الحوايج اللي خصك ديرهم قبل ما تسافر، ولا يكونوا عندك ولا فهمتوني. او هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، اهم الحوايج اللي خصك تعرفهم قبل ما تسافر لتركيا ان شاء الله لتركيا. سو الحوايج، الحاجه الاولى هي ما تصرفش من توصل ان شاء الله للمطار صبيحه، حيت اغلبيه كيمشيو مطار صبيحه. لو وصلت المطار صبيحه ما تصرفش اكثر من ما تصرف اكثر من 10 اورو، اللي هي 100 درهم مغربيه، ما تصرفش اكثر منها. غتعطيك الليره كثيره شويه، ما عرفتش شحال غتعطيك، واحد 200 ليره ولا 100، وحيت في المطار شويه السومه مهبطينه باسكو الصرف طالع في المطار، هادشي علاش قلت لكم غير 10 اورو. سو هذيك 10 اورو انا ننصحكم 10 اورو با بليس، وخليو تتصرفوا تدخلوا لوسط اسطنبول، مشيو لاقصى راي ولا اي بلاصه بات لكم مناسبه بالنسبه لكم فيها الصرف طالع، وتستافدوا من الاورو اكثر واكثر كليره. اوكي هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه هي واحد النصيحه انا ننصحها لكم، وقلت الناس بزاف وعجباتهم وشكروني عليها، هي ما تمشيش في الهافابيس، باسكو الاغلبيه ملي كيمشي كيوصل المطار الصبيحه كيمشي يشد الهافابيس، واحد الكار كيديك كيحطك في وسط التقسيم، في وسط اسطنبول الاوروبيه في تقسيم. لا دير بحالي اخويا، انا اول مره مشيت تخدم الذكاء ديالي، غتمشي تهبط لتحت تشد المترو، المترو يطلع لك رخيص 12 ليره ياك، غادي تشد المترو يحطك في كاديكول في دال هذيك مضيق البوسفور من الجهه الاسيويه، غادي من تما تشد العبارة غادي منظر في البحر، وغادي كتشوف اسطنبول، وهاديك العبارة ضروري الا مشيتي خصك تضرب فيها جولة، وهاكا كأول نهار يلا واصل، وتضرب فيها دويرة وترتاح وتشوف مناظر والهواء ديال البحر، تحس براسك بخير، تضرب فيها دورة ديك حتى الكراكول ولا حتى الايمينون الجهة الأوروبية. سو من تما كتشد شي حاجة ترونسبور، يا عبارة يا باص يا أي حاجة، كيديك حتى البلاصة اللي انت غادي لها، فين كاين انت في اسطنبول الأوروبية بكل سهولة، غطلع لك رخص. انا طلعت ليا 30 ليرة مقارنة ب 100 ليرة ديال الباص، وغتوصل دغيا باسكو المترو كيمشي بصح واحد السرعة فائقة، غتمشي دغيا احسن من لومبوتياج ديال الكار والباص الكبير، كار كما كنقولو ليه حنايا، من مطار صبيحة لوسط اسطنبول. راك عارفين اسطنبول الزحام وداكشي لومبوتياج، هادي حاجه ثانيه اللي بغيتكم تعرفوها. وثالث حاجه بغيتك تعرفها قبل ما تمشي، هي ملي توصل نسى عليا الطاكسيات، من تما تقول نشد الطاكسي ديني، لا انا عيان ما نشدش لا هافابيس لا هذا، هادي اكبر غلط دير في حياتك، وغيتنصب عليك وغيمشي لك بزاف ديال الفلوس. وهذا هي الحاجه الحوايج اللي بغيتكم تعرفوه قبل ما تسافروا. جايز ثالث حاجه، شنو هما الحوايج اللي يكونوا عندك قبل ما تسافر لتركيا ان شاء الله. انا بالنسبه لي واحد الحوايج مهمين
خصهم يكونوا عند اي واحد قبل ما يسافر لتركيا ان شاء الله. اول حاجه هي الباور بانك باسكو تحتاج ليه، لا في المطار منين تكون في المطار بغيت تشارج التليفون بغيت تشارج اي حاجه، وينفعك في السفر ديالك بزاف. وشريه من الاحسن من المغرب من هنا باسكو تما الالكترونيك غالي عندهم بزاف، باسكو كيجيبوا كل شيء مستورد وكيكون عندهم داكشي غالي. سنصحكم تشريوه من هنا باور بانك يكون اوريجينال حاجه ناضيه وتخدموا به، هذا اول حاجه. ثاني حاجه خاصها تكون عندكم هي تكونوا عارفين فين غادي تمشيو وفين غادي تباتوا، باسكو واحد جوج دريات انا تلاقيت معاهم في المطار وما عارفينش فين يمشيو ولا فين غادي يدوزوا الليله ولا فين ولا فاش يركبوا لها. كلا تكون عارف البروغرام ديالك منين توصل فاش تركب فين يحطك فين مريزيرفي ولا غادي عند شي حد من لافامي ولا هكا فين كاين، واش يجي يديك ولا تمشي راسك، وفاش تركب تمشي. هاد حوايج مهمين خاصك تراسيهم قبل ما تركب في الطياره خوتي، باش حيت تما بنادم ما كيعرفش لونجلي وتما توصل كاول مره وما عرفش، باش ما توحلش وباش ما طيحش اون بان ما طيح في شي مشكل، او تراسي امورك مزيان وسير بخير بحال اللي درت انايا وصلت الحمد لله بخير واستفدت من هذاك الشيء اللي تراسيتو قبل ما نمشي. هذه ثاني حاجه خاصك تكون خادم على من هنا قبل ما تمشي قبل ما توصل تما باش ما طيحش في المشكل. ثالث حاجه خوتي ضروري وهذه هي الاخر، وقبل ما نسالي لا فيديو سمحوا لي طولت عليكم، هي تكون عندك الاسطنبول كارت هذيك ضروريه. ومن الاحسن كما قلت لكم تشدوا المترو الا ما كانش شي حد يجي يديكم، وراك كتهبطوا لتحت راك كتلقى واحد لي ماشين صفرين، واحد لي ماشين صفرين كتمشي كتشري الاسطنبول كارت ب 50 ليره وكتعب. من الاحسن عمرها ب 50 ليره اخرى هي 100 ليره، 100 ليره غتعمر منها وغادي تشري منها لا كارت مخيره، وغادي تخيل غادي تمشي وتركب من المطار حتى لفين كاين انت، يلا تخسر واحد 30 ليره وبقى لك واحد 20 ليره في لا كارت مخيره، وطلع لك رخص من اللي مشيتي في الهافابيس. وعاد منين تهبط ضروري خصك تشري اسطنبول كارت ضروري تعمرها. سو هكا كتقتصد فلوس كتقتصد بزاف ديال الحوايج. اسطنبول كارت راه ساهله تما بالوك لي ماشين صفرين، تشريها وتعمرها وتدخل المترو ديالك تريح يكون خاوي شد بلاصه اللي مناسبك عجبك مبرد وكليماتيزي وكلشي، فتا غادي تلقى راسك في كاديكوي الجهه ديال اسيويا زوينه تما، ريح شويه ارتاح بعد شد العباره وسير الجهه الاوروبيه اللي هي الجهه السياحيه. ملي كنتي غادي عند شي حد في الجهه الاسيويه راه تما راه قريبه لك كاديكوي، يجي يديك يسير عندو بشي ترونسبور ولا شي حاجه. كان هادو هو هاد لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون فدتكم بوالا وهاد الشيء اللي بسيط، ما بغيتش نطول كاينين بزاف ديال النصائح بزاف ديال الحوايج بغيت نوريهم لكم وننصحكم بهم، ما كل حاجه بفيديو باش ما نطولوش. هادو شي حوايج بساط بغيتكم شي حوايج ساهلين يكون عندكم وتعرفهم وديرهم قبل ما تسافر ان شاء الله، بغيتكم تعرفهم. سواء كنتي ولا وصلتي حتى للثانيه ما تنساش دير لايك وتابونا في القناه، بارطاجي الفيديو للماكسيموم وبارطاجي في جروب في اي بلاصه والناس اللي يستافدوا، اي واحد باغي يمشي اول مره الله يسهل عليه وبارطاجي معاه لا فيديو باش يستافد. يلا نشوفكم فيديو جديد، بيس.